حينما يأتي الطوفان يأكل السمك النمل، وحينما يحل الجفاف يأكل النمل السمك. حكمة أو قول مأثور ممكن تكون قريتها في يوم من الأيام، تعالوا نختبر مدى صحتها من خلال تطبيقها على عيد الأضحى. يلا بينا. بالنسبة لك عيد الأضحى موسم ولا مش موسم؟ عيد الأضحى موسم بالنسبة لنا بعد العيد، يعني مش قبل العيد. الناس اللي بتضحي بتمشي على السنة اللي هي ما بتحلقش قبل العيد بعشر أيام، وبعد العيد على طول بتيجي بعد ما بتضحي بتخلص الذبيح بتيجي تحلق عندي. عكس بقى الأطفال والشباب خروجات بقى قبل الصلاة يوم الوقفة يحبوا يقصوا شعرهم. مش موسم خالص، محدش يفكر في الفراخ أصلا. لا ومش موسم لينا، عشان كله مبقى عنده لحمة بس كله بيضحي من أول 15 يوم قافلين. وانا بالنسبة لي ده موسم ليا عشان عيد اللحمة، ذبيح اكتر، شغل اكتر، ضغط اكتر. احنا بنبقى قافلين، ما فيش حد بيطلب سمك في الوقت ده، باخد اجازة. موسم كله الناس بتيجي تشتري طبعا الفاكهة والخضار بكمية هايلة. يا باشا مش موسم، عيد ضحية لحمة، فاحنا كده كده شغلنا واقف، يعني شغل ما فيش شغل. موسم طبعا الأطفال معاهم فلوس بياخدوا عيديات وكده، بس بقى في فلوس. لا الموسم بيبقى عندنا في رمضان، يعني مثلا هروح أودي موسم لأختي ولا حاجة، مش هودي لها زداني، أودي لها لحمة، أودي لها حاجة زي كده بس. بيبقى موسم طبعا الجلاش والرقاق الطري والرقاق الناشف اللي بتعمل بيه الفتة والحاجات دي. المطاعم اللي زينا بتقفل أول أسبوع في العيد، ما عشان ده موسم اللحمة بس. موسم طبعا لأن أطفال عايزة لبس، وخطر كل واحد متجوز عايز يجيب لبس لمراته، واللي عايز يجيب لبس لخطيبته. مش موسم بتاع خاطر الناس بتروح بلدها، الناس كلها هنا غريبة واللي معاه بلد بيروح لها وكده. هي بتبقى موسم طبعا، لأن طبعا اللي طالع يتفسح، اللي طالع يروح جنينة، اللي رايح مش عارف ايه. لا الشغل بيبقى مريح، كل الناس بتاخد اجازه طبعا. ده موسم اه فعلا بيبقى في حركه احسن من ايه، بالنسبه للناس بتخرج، الناس بتتفسح كده. موسم في شغل اه طبعا، بيبقى في شغل زياده، وحتى الناس بتبقى الاجره بتختلف، بتقول اقول لك خد العيديه اهي. الايام دول، يوم لك ويوم عليك، خد وهات. كل دي اقوال ماثوره وامثال بتقول حاجات كتير، ابرزها ان الحياه مش ملكك لوحدك، يعني يوم مر ويوم حلو. عمرو أبو جبل، مصر جديدة، ETC.